أخوكم محمد نمر السعدي، عضو لجنة الطوارئ العليا في مخيم جنين، مسؤول لجنة البنية التحتية، متابعة البنية التحتية في المخيم. طبعا ما حصل من الاجتياح الأخير في المخيم كان يعني صدى في كل العالم، اللي مستغربين الناس لحد الآن في المخيم إنه الهجمة كانت على البنية التحتية والناس الآمنين أكثر من إنه التصريحات اللي كانوا يحكوا فيها. وما حصل زي ما رأيتم في المخيم إنه دمر البنية التحتية، شبكات الكهرباء، شبكات المي، شبكات الصرف، الشوارع الضمرة، وحتى كسفت يعني بيوت عدد لا يستهان فيه، وجرح ناس ما لهم علاقة لا بمقاومة ولا أي شيء. فبعدين أطلعونا الجيش من المخيم، ثاني يوم أطلعونا بقية المخيم، وزي وإحنا طالعين هالناس طالعة تذكرنا النكبة 48 يعني هذا الحكي كلياته ما بحل مشكلة ولا بحل إشكالية. في إشي منطق، في إشي قدام العالم، في إشي قانون دولي، في إشي السكان الآمنين. الحل دائما أي قضية دائما الحل السياسي، الحل السياسي ما ينلف هاي اللفة وتظل هاي يعني حالة العداء المستمر وحالة القتل وحالة الانتقام من الطرفين. هذا في حل، فيش أسهل منه، هو الحل السياسي. في شعب محتل اسمه الشعب الفلسطيني، شعب فلسطيني مش هجر من بلاده، مش عايش حياة غريبة عن العالم كلياته. إيش معنى العالم كلياته؟ الشعوب كلياته في إلها كيان، في إلها إرادة، في إلهم كيان مستقل إلا الشعب الفلسطيني بده يضل تحت. ليش العالم يعلم؟ ليش ما بنشوفش؟ ليش بنكيل بمكيالين؟ إحنا اللي بدنا يوم نطالب به إنه نعيش بسلام زينا زي كل الشعوب اللي الله خلقها في الدنيا. وأنتوا بتعرفوا العالم كلياته بعرف إنه لا يمكن يكون في سلام ما دام في احتلال موجود. فالدرجة الأولى والأهم شيء الاحتلال، هي الاحتلال يحل عنا وإحنا بعدها في الشيء. يعني الديانة اليهودية ديانة سماوية، الإسلام سماوي، المسيحية سماوية، وممكن التعايش، وكنا متعايشين قبل 48 كانوا اليهود موجودين بيننا وإحنا موجودين متعايشين مع بعض ما في شيء. بس لما أجت الحركات الصهيونية اللي بدهاش حدا، والمتطرفين بالذات اللي بدهمش حدا يعيشوا معهم، بدهمش حدا، طروا الناس من بلادها وهدموا بيوتها، هنا صارت المشاكل هاي كلياتها. فالحل الوحيد إنه الرجوع للمنطق، المنطق إنه الشعوب تتعايش مع بعضها، وشعوب العالم كلياتها ربنا خلق الناس اجتماعية مشان يعيش مع بعض، مش مشان يقتلوا بعض. هاي شريعة غابر للجسد المحتوى. هذا اللي احنا بنطالب به، ان نعيش بسلام جنب لجنب مع كل شعوب العالم، ما بدنا اكثر من هيك. والدمار اللي صار عندنا هذا يعني الناس والاهالي ان شاء الله والجيران وعمالنا في 48 والدول العربية الشقيقة مش رايحين يقصوا. وهاي البيت اللي بنبنى اللي انهد في البناء بكل سهولة، وما بدنا أي شيء إلا تظل يعني حتى قد ما يهدوا البيوت وقد ما يهدوا شوارع، بس ما بيهدوا عزيمة الناس. الناس اللي عنده حق وفي عنده مطلب في عنده قناعة ما بغير على لا هد بيت ولا هد شارع. شكرا.